نلتف بعد المدير الجهوي للشباب والرياضه لجهه فاس مكناس. الحمد لله هذا اللقاء هذا الصحفي مع الاخوان ديال جمعيه سايس لتنظيم هذه التظاهره ديال السباق ديال 10 كيلومتر. الحمد لله الامور في على ما يرام، لا من ناحية التقنية ولا من ناحية التنظيمية، وكنت تنتوقعوا ان شاء الله مشاركة يعني مهمة ان شاء الله ديال واحد 4500 مشارك حتى 5000 ان شاء الله الرحمن الرحيم.